واش الشيخات ديال العدو الريفي ولا شنو؟ مشات في مسابقة ديال العدو الريفي ولا واقيلا تيبان ليك مهربوا لهم الغرامة واقيلا حكم لي هما فيهم هاد الجهد وفيهم ما يجري وفيهم ما يحنق زمان وما يمشيو يخدموا على راسهم ويجيبوها بالحلال. شادو مرض صاحبي كيفاش ديري نضل للقبر لا لا بحال دروس من يوسف شوف بحال دروس من ابو شابوش كي 10 كيلو كيعطيوك 3 كيلو والله الا مشيت المرجان مشينا على 3 كيلو ديال مشينا على 3 كيلو ديال الطحان صدق جايب 500 درهم ديال السلعه والله الا مشيت لك بالله هادو هما القوال باش كتربح مرجان كتمشي على اساس باش تجيب واحد الحاجه كتصدق تجيب معاك حوايج اخرين نشريو من عندك القله ب 600 درهم نشريو من عندك القله ب 600 درهم يا احمد باسمي احمد مكرم اصرح باسمي احمد مكرم ملقب باخان على انني اتخلى على حصالتي الصفراء من نوع سبونج بوب وانا بكامل قواي العقليه صاحب الحصاله في هنا هيا هلا ويلي 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 سبونج بوب لقينا 500 درهم اذا خسرنا 100 درهم شي بزاف ثم جاتني واحد لاكورس ملي مشيت ليها كنتفاجئ بهم الطاكسي ركب معايا وحيد لي الكونتاكت من الطاكسي ومشى عطاه للشرطي في كازا فواياجور دابا انا كنادي زعما السلطات وداك الشيء ياخذ لي حقي من هذا السيد حيت ما عندوش الحق اولا ياخذ لي الكونتاكت ثاني حاجه اشنو بغاني نمشي ندير هذا السيد واش انا من اليوم انا ما عندي ما ندير عندي فاش نخدم ما عندي فاش نسميتو انا المعيله الوحيده لهاد الاسره عندي ثلاثه الوليدات البنت في الباك والدار في الشهاده والبنيه خمس سنين اشنو غنوكلهم انا من اليوم هاد السيد ملي دار ليا كونتاك داو ليا الطوموبيل فوريان خداو ليا البيرمي ديالي هادشي اللي انا اللي ديالو وما لقيتش فاش نخدم ما لقيتش اللي بغيتي تخدمي معاك يقول لك 2 مليون 3 مليون 4 مليون في سياره الاجره ما عنديش انا باش نعطي ديك 4 مليون ولا 2 مليون انا ما عنديش منين غادي نجيبها التجأت لي زابليكاسيون خدمت بهم كنجيب بهم طاسه الخبز لوليداتي اليوم من اليوم انا صبحت بلا خدمه كانه زبون استدرجني حتى مشيت لعندو ملي مشيت لعندو انفو طلع معايا حيد لي الكونتاكت من الطوموبيل عندي وعطاه للشرطي في كازا فواياجور جا عندي الشرطي قال لي يعطيني الوريقات انا درت راسي كنقلب عليهم لا قال لي هاري الوريقات وهاري بيرمي وقفوا عليا المهم انا تخربقت مع ما عمرني انا طحت في هذا الموقف اللي بغى يسول يسول انا المعينه الوحيده ديال الاسره ديالي عندي حشومه على مصر حشومه على السيده الله يتحشم عليهم بالله هاد القضيه اللي داروا هاد السيده داروها لشحال من واحد مسكين الله يتحشم عليهم شنو عندها صح كان غير ديك الساعه انت اختي ما تهزش شي راجل ديك الساعه هزي العيالات ولا البنات وصافي الراجل عطيه التسع كاع ديك الساعه كانت عليك كتهزي انت الجوكر طلعت به ليا خوتي هذا عيد نهار تانية وشوف شنو ناكلو دابا شنو غادي هذا راس راسك ماشي راس ديال راس ديال حولي عمرها مسكينة كلات راس ديال الحولي بابا باغي يوكلك ما تخافيش يعطيك اللعيبات مزيانة ها متأكد 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 بسم الله بسم الله وشنو الراس مزيان؟ عجبك الراس ولا ما عجبكش؟ شويه 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 انا ما ناكلوش ما كيعجبنيش الصحة اللهم الحمد لله البرقوق ياك الحمد لله البرقوق بنين الراس لا الراس شويه شويه يلا بالصحة هذيك الصحة كتعرفي حلوة مارت اليوم غنصايبوها تبعيني جيبي لي السكر على هكا جيبي لي كاس الحليب صافي تتكبي داك كاس الحليب على السكر صافي راه كيذوب اه مشى السكر كان هنا كنا وكنت بلا ما تبقى يا ويلي يا ويلي يا ويلي من دابا الجبيضات اي حراره عادي ديري جوج بيضات الله يرحم جدك بركه من داك
حراره المطبخ ولا حراره الجسم. البول مش انا مش فاضي. بتاع ده عمرك شفتوش ولا وانا في الابتدائي؟ يا في الكلية مش راضي اعدي من سنة رابعة والله. طارق انا وطارق بينا كذا شهر بس. ايه؟ انا وطارق هو في شهر انا في شهر 11 وهو في شهر 4. كل لما اروح اقول النتيجة طلعت ونجحت يقول لك لا ارجع تاني. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 إلا قلت لك اعطيني ثلاثة ديال الصفات اللي كنتي حريصة انك تربيها في وليداتك اللي ما يمكنلكيش تنازلي عليهم في يعني كصفة في الابناء ديالك. وهو في الحقيقة واحد العدد الصفات، ولكن إلا بغينا نأكدوا على ولا نركزوا على الصفات الأساسية، اولا التواضع، ثانيا الاستقامة، وثالثا حب العلم باش ما يبقاوش متخلفين. ملي كنقولوا التواضع يعني فيها حب الآخر، والاستقامة فيها المسؤولية، وفيها يعني أنك العمل ديالك ديرو بجدية. وليداتي الحمد لله فيهم هاد الصفات وفيهم صفات أخرى، لأنه راه يمكن لك تبقى تقول وليداتك خصك تعمل خصك تفعل، كنظن بأنه القوة ديال النموذج أقوى من حتى القانون. خصهم يشوفوك أنت مستقيم، خصك يشوفوك أنت متواضع، خصك يشوفوك انت كتهز الكتاب وكتشوف لي دوكيومونتير وكتطلع وكتكتب وكدير. خاص شويه الانسان ديال المثابره، هادشي فيه تعب، ولكن هذا كنسميه انا استثمار في الاطفال، لانه ولينا في عالم انهارت فيه القيم، عالم ولا ديال التفاهه، عالم ولا ديال الماديات. ايوا الصلاه والدين واللباس والحشمه وزيد وزيد، نسيتيهم هذا على الليمونين. ما شفتي طيب الكرواسون؟ طيب جبتهم بيدي. لا وليدي خاكوا تتعلم مزيان اش بعدا تقويم صحابي ياك مو صحابي امي داكشي تياكلو راتي راه الحمد الحلو فداكشي تلقاو طحنوا بيه ولعبوا بيه. لا وليدي كلشي تياكلو تياكلو كاملين وليدي، ما تيلوحو لا الكلاب لا والو، تا ياكلو كاع الموظفين والمعلمين وكلشي تياكلو. حتى اش من الموظفين راه ما تياكلو حتى حاجه تيلوحو داكشي كاع خنز. احسن ماكله في العالم هي هذه. دابا هادشي اللي طيبتها السيده هادي بغيت تلقاه بنين، تلقى ما تشبعش منه. دابا لقيتي هادشي اللي طيبتها السيده هادي دابا. والله يا دير امكم، والله يا دير امكم، يا قول لي لا لايف وجبدني شي ولد الكلبه. هادي مال هادي يا امك الله يفعلك لا تسن في القناه الصغار وماشي صغيره، فيها 313 كبيره. ما انت امك عاد 54 هذه 6 سنين وانت باليوتيوب. ما عرفت علاه ممكن الهضره النعيم البدويه تبلي خرجت عطات الله السيطره. انا الخوت نكونوا وصلنا لخط الفيديو، الا كنتم الابطال بقيتوا حتى لهاد الدقيقه هادي ما تنساوش تخلوا لي معكم اشتراك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تاكدوا بانكم مشتركين في القناه وفعلين معكم هذاك الجرس باش اللي كان شي حاجه جديده توصلكم نتوما الاولين. تفعلوا الخوت مع الفيديو، خليوا لي تعليق زوين عليكم، طلعوا فرصكم طلعوا فريتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.